جزاه الله خيرا للإنشاد لأنه قد فرحنا وأسعدنا بنشيدته فتتلهف بها القلوب وتتأثر بها الأفئدة فجزاه الله خيرا. فالآن يخطب بين أيدينا عن الرز الأرض نعيم الرحمن بن شفيق الرحمن من فريق الرز فليتفضل مشكورا. تقدم مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الذي أرسله ربه رحمة للعالمين وحجنا على العباد أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما أي يبيسا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. صدق الله العظيم. تحية عاطفة مني إلى رئيس هذه الحفلة المباركة وحكامها وضيوفها وزملائها الاعزاء الاحبه. ايها الاخوه المقيمون، ما نفهم من هذه الايه الكريمه الرزق انما هو الرزق لان الله عز وجل يخرج به زرع يعني عنبا شعيرا ورزا وغير ذلك. ولكن لما اكون رئيسا في بنغلاديش هذا متعلق بالبنغالي اينما كان، سواء كان في بنغلاديش او كان في امريكا وروسيا والمانيا واي مكان كان فيقال ما شبه بنغالي. ايها الاخوه المسلمون، ان ننظر ولكل بلد مؤسسه خاصه لاكل رئيسيه، وفي بلدنا مؤسسه خاصه لاكل رئيسيه هي بنغلاديش رايس ريسيرش انستيتوت، انك تعلمون هذا. أفللخبز مؤسسة خاصة في بلدنا؟ جوابه ليس. فبادروا إلى الرز. جماعة فينا يسألون الخبز ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الخبز فنحن نأكل الخبز، فلما لا يصبرون إذا جاعوا ولا يشكرون إذا أكلوا فيهتفون سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يؤدون السنة. أيها الإنسانيون الكرام، فلنسمع تلك الآية الكريمة: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذا الرزق نعمة من نعم الله تعالى، نحن نترك هذا الرزق. فلهذا كثر الرزق وزين الدكان واتسع المرض، فمرض مرضا شديدا يعني يستكفاك كلها من الرزق في زمان وغير ذلك كما حالكم وأنتم أعلم مني. هذا الرزق أتانا بالشر فأنشر هذا الشر في البلد وفي القرية وفي جامعة السلام. إياكم والخبز، واعتصموا بحبل نعم الله وأفهمه الله فهما صحيحا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. كلكم حارسون. أبوكم لازم. أبوكم لازم.